عيشي جيم مع لايم دي جي اس، المساند الاول للرياضه الوطنيه. سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال برنامجكم عيشي جيم، البرنامج ديال التقصار والعاب الفيديو. العطله سالت والقرايه والخدمه جات وايام اللعب حتى الصباح مشات. اللعبه اللي غادي نديروا لكم اليوم هي اللي متصدره طوندونس جيمين في المغرب. ما محتاجش تكون عندك كونفيغوراسيون مجهده تليفونك باش تلعب فري فاير. غادي يكون معنا البطل المغربي ديال اللعبه جمال هيروشيما. حتى الموسم اللي فات المركز الاول عالميا بين محترفي اللعبه، وربح هو والتيم ديالو بطوله العرب، وكيوجدوا حاليا باش يشاركوا في بطولات عالميه. وباش نلعبوا شي طرح غادي يكون معنا الرابر المغربي الموتشو موبيديك اللي عزيز عليه العاب الفيديو، والبويا مضمونه حيت معنا جمال هيروشيما. جمال كيوجد لي زاستوس والموتشو كيتيستي فري فاير. طلع اخويا الجينيريك باش نبداو. نبداو مع اول فقره ديال البرنامج، فقره تعلم الجيم. معنا اليوم واحد الشاب مغربي محترف ديال لعبه فري فاير. المتتبعين ديالو ما كاينينش غير في المغرب والوطن العربي، الناس متبعاه في العالم كامل. لي زامي غادي نستقبلوا ونرحبوا بجمال هيروشيما. السلام عليكم خويا اسماعيل، اول حاجه يحس لي الشرف كنت معكم هنايا في البرنامج ديال عيش الجيم والحلقه خاصه بفري فاير، وان شاء الله هذه الحلقه غادي دير البوز بزاف. انت تصدرتي التصنيف العالمي ديال اللعبه في الموسم اللي فات، ربحتي بطوله العرب، ودابا كتوجدوا باش تشاركوا في المسابقه كبيره عالميه اللي غتكون في البرازيل. غتكون في البرازيل في ريو دي جانيرو ان شاء الله شهر 11، وغياخذوا غير اللي فاز ببطوله العرب اللي دا في وسط العرب كاملين في الميدل ايست، الشرق الاوسط وشمال افريقيا. والحمد لله حنايا غتكون بطوله صعيبه، غتكون بطوله صعيبه بزاف حيت غيجيبوا من اسيا وغيجيبوا من 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 البرازيل وغيجيبوا من بزاف ديال البلدان، وغيكونوا اصلا اللي غيدوز لديك البطوله غيكون تيقصر مزيان باش يمشي يمثل بلاده في ديك في بطوله العالم ان شاء الله في البرازيل. كنتمنوا لك ان شاء الله التوفيق. انت معنا اليوم، دونك خاصك تعطينا دي زاسيوس مزيانين وتعلمنا نقصروا باش حنا نوليو كنربحوا حنا البطوله. مرحبا، علاش لا؟ مرحبا مرحبا. صافي مشينا مشينا. جمال، قبل ما نبداو لي زاسيوس بعجاله فكرنا بلو برانسيب ديال اللعبه. 50 واحد في الطياره كيتلاحوا، كل واحد في بلاصه وحدايا، وكل سكواد في بلاصه وحده، كيجمعوا السلاحات، من بعد كتجي واحد الزون كتجمعهم. هاد الزون هادي ما كنكونوش عارفينها في كل جيم، كل جيم كتجمع في بلاصه وحده، وفي نفس الوقت خصو يبقى مسيرفايفي واحد ولا سكواد واحد، وكيجيب هو اللي كيجيب الوين. انت كنشوف في الفيديو ديالك كتلعب بزاف بداك الثلج اللي كتحميك من الضربات ديال لي زادفيرسير. واش هي تكنيكمون صعيب انك تحطها؟ على حسب التليفون وعلى حسب نتايا واش كتحطها دغيا ولا وهاد الثلج هادي كتصلح باش تريفايف لصاحبك، ولا كنت في الاوبن ما كانش حداك الشجر فين تخبى ولا الديور ولا هادي. تفرجت الفيديوهات ديالك كيبان لي واحد الباندا دائما تابعها. شنو هو الرول ديالها؟ هاد الباندا هادي كيما شنو نقول لك، الا قتلتي شي واحد كتزيدك 10 اش بي من الدم ديالك نتايا. وما كاينش غير هاد الباندا هادي، كاين السباع، كاين الكلب، وكل واحد اش كيصلح. بحال دابا الكلب الا كنتي غادي انت غادي كيتبعك هو من اللور، كيوريك الشامبينيون فين كاين في الماب الفوق، كيقول لك الشامبينيون هذا كيزيد لك الاو بي ماشي الاش بي، لتحت كيزيد لك الاو بي. وكاين ديك السبع هذاك تيخليك تلوتي كثر، كيزيد واحد 30% من 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 الشكاره ديالك باش تزيد اللوت كثر. وهادو كيفاش كدير باش يوليو عندك انت؟ تقدر كاين اللي كيشريهم، كاين بعض المرات كيحطو، كاين اللي كيكريهم. لا ما كيتكراوش. لا اللي كيتشراو ولا كتسبيني عليهم، ومره كيعطيهم في شي ايفنت ولا شي حاجه، خصك تلوغي تدخل تلعب 3 ايام ولا 4 ايام ولا 10 السوايع. اي حاجه خرجت انت اللي ضروري. واحد في الاول كنت كنلعب باش يكون عندي كل شيء، حيت كل سكين كيخرج خص يكون عندك، ودابا ضروري شين وبلا ما تيتبعك خصك ضروري يكون عندك هادشي كامل. شنو هو التكنيك اللي كتستعملها باش انك تضمن انك غطيح لادفيرسيتي؟ اول حاجه خصك تخبى، بعد ما تكونش في الاوبن خصك تخبى في شي دار ولا شي حاجه ولا في شي كاريطه. ثاني حاجه الا كنتي باغي تيري على شي واحد، ديك الام اللي كتبرك عليه ماشي كتبقى غير بارك وكتيري عليه، راه كتيري عليه فاس بحال هكا، خصك تطلع شويه الام للفوق باش تجي هاد الشوط ولا تجي في راسو. وهادشي هذا خصو يتقاد في الجينيرال، خصك ديك الريد دوت الثانيه خصو تطلعها شويه، طلعها 100 الا جاتك خفيفه بزاف زيد نقص منها شويه 70 80 ولا 60 بحال هكا. جمال، كيفاش نقدروا نديروا باش نطوروا لي بيرسوناج ديالنا؟ لي بيرسوناج كاينين بزاف، كاين تقريبا شحال شي 12 بيرسوناج ولا 13 اللي كيلعبوا بهم بزاف. كاين كيلي عندك كيكون عندك واحد لافونتاج في الجرا مقارنه مع الاخرين، وكاين ماكسيم كتقدر دير الدم دغيا كتهيلي دغيا. كاين اندريو الا ضربك شي واحد بسلاح الدماج ديال الجيلي ديالك ما كيتقاسش دغيا، ما كيتفرقعش دغيا. وكيفاش كتقدر تطورهم؟
كتطورهم كتشري لهم لي فراغمون كتشريهم بفلوس ولا بالجولد ولا كتلعب بهم في الاخر ديال الجيم كيعطيوك راه شحال من فراغمون جمعتي خمسة ولا ستة حيت لعبتي بديك الكاركتر. واش حتى السلاحات هما كنقدروا نطوروهم في فري فاير؟ كاينين سلاحات وكاين السكينات ديالهم زيد كاين اللي يزيد فيه الدماج كاين اللي يزيد فيه ريت اوف فاير كاين اللي يزيد فيه البريسيزون كاين اللي ينقص فيه الرينج وزيد فيه دوبل دماج كاين بزاف وهادو راه كيتشراو حتى هما فري فاير. شكرا بزاف جمال على كاع لي زاسيس اللي عطيتينا. مرحبا لي زامي. من بعد ما كنا انونسينا لكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالنا اننا غادي نديرو حلقه على فري فاير والضيف ديالنا غادي يكون هو جمال هيروشيما وصلونا بزاف ديال لي كيسيون على اللعبه اختارينا جوج ديال لي كيسيون جمال غادي يجاوبنا عليها. نشوفوا لا كيسيون الاولى الدراري عافاك بغيت نسول جمال شنو هو احسن سلاح نقدر نجيب به الهيد شوت من غير السنايبر؟ احسن سلاح ديال الهيد شوت من غير سنايبر كاين الاكا وكاين السكار والان فورا قلتهم بثلاثه هادو ولكن على حسب اللعب ديالك وعلى حسب ديك اللعيبه ديال الريد دوت كيفاش كتطلع لفوق الام كتطلع لفوق وكما قلت لكم انا راه تلعب بالسكار واذا غنقول السكار هادي الضربه كتضربو كتقول لي كتقول لي تهلا وبكش بك السردي هادي ديما تنقولها في اللايف تهلا واش بكش بك السردي ديما تنقولها في اللايف هادي معروف بها ضروري. نشوفوا لا كيسيون ثانيه. مرحبا نشوفوا لا كيسيون ثانيه. سلام اسماعيل صافا خويا عافاك عندي واحد السؤال جمال بغيت نسول شكون اللي احسن واش فري فاير ولا بابجي؟ وشكرا اخويا اسماعيل. هذا سؤال اللي كيتعاود بزاف ديال المرات في لي ريزو سوسيو. سي نورمال غادي نقول فري فاير حيت كتجيني كنرتاح فيها بزاف وكتجيني خفيفه ومزيانه. شنو هو اللي كيجيك كاين زوين في فري فاير ما كاينش في بابجي؟ الا كنتي في الاوبن كتقدر تحط الثلجه الاخرى في بابجي بان ليا راه ما كايناش وشفتها ولعبت فيها دونك انت الاجوبه كامله غيكون صح. فري فاير طيط كلشي فري فاير وغادي تسنى الناس اللي عزيز عليهم بابجي حتى هما غادي ديفوندي ولا ما احترامتي كاملين الدراري اللي كيلعبوا في بابجي وكنحترمهم كاملين زعما وكنحترم الراي ديالهم واصلا انا تنقول غير الراي ديالي وصافي. شكرا بزاف يا جمال على كاع لي زاسيس وكاع لي ريبونس ديالك. الله يخطيك على الراس والعين. زعما باقيين تفرجوا معنا في الحلقه ديال عيش الجيم اللي خصصناها لعبه فري فاير بلاتي واحد شويه غادي نستقبلوا الموتشو موبي ديك باش غادي يقصر معنا شي طرح ولكن قبل نشوفوا اخر اخبار عالم العاب الفيديو في الفقره ديال افساك. لاعب فيفا المحترف المغربي الياس مساعد واحد من بين عدد قليل من لاعبي فيفا في التيميت تيم في العالم اللي طلع ليهم ليونيل ميسي في الباك بريميوم اور 7500 كوينز. ظهر لي مع الياس ما وقفش عند ميسي طلع لي حتى محمد صلاح ليفاندوفسكي غريزمان وكازيميرو. عشاق العاب الفيديو في العالم كيتسناو نهار الاول في اكتوبر الموعد اللي غادي تخرج فيه كول اوف دوتي موبايل في تليفونات اندرويد واي او اس. شركه اكتيفيشن قالت ان اللعبه غادي تكون فابور وفي جميع دول العالم وفيها بزاف ديال لي مود دو جو من بينهم الباتل رويال. مازال وصلنا للفقره ديال فاصفاص الفقره ديال اللعب والمتعه. غادي نستقبلوا رابور مغربي اللي عنده بزاف مع الراب جيم غادي نكتشفوا واش عنده حتى مع الفيديو جيمز. غادي نستقبلوا الموتشو موبي ديك. مرحبا بك معنا. الله يحفظك يتوفى ليك. صافا كلشي مزيان؟ الحمد لله تروكيله. عندك انت مع لي جو فيديو كتقصر؟ بيان سور. ولا عندك غير مع المزيكا؟ نو لي جو فيديو هما فحال قلتي باش بدينا القصه كاع فهمتيني. شنو هما لي جو اللي كنتي كتلعب فيهم شحال؟ فاش كنت صغير راه بديت من اتاري دزت لانيس ابخي سي لي زاركاد من بعد كينغ اوف فايترز وستريت سيرتو اي مورتال كومبا شنو عاوتاني صافي ابخي سي لا بلاي ستيشن موراها بقيت مع لا بلاي ستيشن لدابا مي افون لا بلاي دزت الدريم كاست جربتها في واحد لا بيريود صافي موراها السيغا ما عاود دارت والو بقينا مع سوني الى يومنا هذا بقيت حاصل في اللي هو اولد سكول شي شويه. واش غنديرو شي حلقه على شي جو قديم ونعيطوا لك باش ترجع لنا؟ افيك كرون بليزير. شكرا بزاف. بيان سور. غادي نقدم لك جمال اللي هو بطل ديالنا اللي كيلعب مزيان فري فاير وغادي نديرو شي طرح مجموعين ان شاء الله وغيحامي علينا. لا 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 مجموعين. اوتشو يلا نعطر ونافل فيك دابا هذا داك الشيء اللي في شكل لاعبين بلان طالع في النيفو هذا انت صافي هاد البصله اللي طحنا فيها شنو سميتها؟ بيك ما باقي ما عندي والو عندي الكلاكاس اي شابك هنايا معلم هذا انت هذا اللي كيتشري فينا هو انا راه غير هذا انت هذاك غير جمال مفكر كيفاش تي ولا شنو كيجيو هذا جمال انت هو جوج ياك اي صافي من جنب مرحبا غنتاخذ واحد العشبانه وبقى غادي مع الارض جيب لي شي واحد العشبانه شنو هاد اللعيبه هادي شنو هي هادي؟ هادي جائزه هادي اوه جمال اي داون داون
صافي قتلتو دابا ياك هذيك هي الجائزه انا تنتخبط في الديور وتنقلب على منصه مازال ما لقيتي والو انا لقيت السلاح واحد السلاح عندك لاقي 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 غير تيعجبني انت ريبلي قتلتو قتلتو تشوجي صافي بديتي كتحبط عباد الله صافي نجي نتخبى موراك شنو هو البوندا موراك ها هو البوندا تشاو موراك لا 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 اش يا اخي البوندا داك الباندا يبقى تابعني والله الا ضربوك دابا شتوك اصاحبي والله لقيت شويه طوموبيل متي لا لا غير اجي ريفايفين فينك فين انت هو جوج ثنايا صافي صافي ما كومون تي في يا سلام عرفتني ريفايفي جمال هيروشيما كنحس براسي وليت بطل ياك ماشي ما كاينش دوك لي تروك ديال السكور كتاكل شي حاجه كتحل انرجي كاين الشامبينيون كتاكلو وغنقدر نلقاه كاين جمال شي واحد جمال هنا كاين شي واحد وي موش اتونسيون لا زون جمال شحال قتل من واحد نتايا قتلنا اربعه دابا هو خامس ناري لازم الفسيه ها هو ديال مرضيج عرفتي تهلا فراس اسماعيل فرحان جاب مرض دقاتي شي انا اخي ما تنقتل حد عدو بالله صاحبي شوف اش يقول لك واحد الحاجه اش عندك اش عندك واش برو الا دوا معاك شي واحد هكا ولا قعيط ليا صافي ما تخممش شوف كيتجري جمال كيدردك تزيد تنقاص الكركودان انا تندردك وضرب عليكم الكاسك شي واحد شي واحد شي واحد شي واحد واحد البلان جاي بس واموت ايا العز في النشو جمال شحال قتلتي من واحد جمال مكونسونطري قبل السؤال ولا بعد السؤال دابا ناري زوين هادي نقطة نقية عاق عليك هادي هاد الساعة سيدي قاتل 15 اووو طيحت واحد اذا مازال 16 خوت انا غنموت واقيلا صح انت عندي لا جيلي لا كاسك داز الحمد لله ناري كت هاد الحرام هادو والله مفرقعت انا في عباد الله الناري انا كنهيني انا فلان صافي مزيان واقيلا الا جبدوني صافي انا الوداع الدراري بصح واد فاسك الوداع الموت شو مات مالوغوزمون ياس ولكن انتقم كيه فليجا بوبلي باقي واحد هو غادي نقتلو دابا وغادي يرد بويا ربحنا بويا كي 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 راه كنتحسبو ربحنا كاملين كيف كمان جبنا البويا دريان مبروك علينا ربح غادي نوريكم واحد اللقطه ونكومونطيو عليها مجموعه ما بقاش يلا نشوفوا لا فيديو كارني فواحد لو جو قديم دو بي اس 2 في اللوك ديالو اييه ما عرفتش تعرف اوني الاخر طيح ليه صاحبه وجا دغيا قبل ما يفهم قبل ما يفهم جا واش هو خبا لي لقطات هاد اللقطات حتى هما كتشريهم هاد الشطيحات هادو كيتشرا وي كلشي كيتشرا فوالا بلا دوك الدراري شكرا لكم بزاف مرحبا على راس العين شكرا بزاف جمال على كاع لي زاسيس ولي ريبونس اللي عطيتينا مرحبا تعلمنا منك بزاف ديال الحوايج شويه بليتيني خرجتي عليا على هذا الموضوع هذا زعما انا حبست في المانيطه انت دابا دوزتي ليا التاكتيل مع عمري زعما تمتعت في التاكتيل حتى معاك شكرا لك بزاف حتى انت موبيديك جيتي عندنا شرفتينا بالمجا ديالك شكرا لك بزاف وان شاء الله تولي ترجع عندنا في شي جو واحد اخر قول لي شنو هو الجو اللي نقدر نعيطوا لك عيطوا لي في ليجا الاولد سكول جو داكشي انا معاك فيه دونك فاش غادي نجيو نصوروا هادي غادي نعيطوا لك دابا ان شاء الله كون بليزير اصاحبي مره واحده اخرى شكرا لك هيروشي مرحبا على راس العين خويا سمع لي زامي كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون عجبتكم الا ما تفرجتوش في هذه الحلقه اولا بغيتو تعاودوها تقدروا تلقاوها في لاشين يوتيوب ديالنا وفي لاباج فيسبوك نتلاقاو ان شاء الله في لو جو الجاي السيمانه الجايه اقترحوا علينا لي جو اللي تبغيونا نديروهم كومونطيو لينا كيفاش جاكم هادشي كامل نتلاقاو السيمانه الجايه وما تنساوش عيشوا الجيم هذا البرنامج قدم لكم من طرف لاين دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه ام دي جي اس نربحوا الرياضه